برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعيه مباشر موسم توريد القمح. كل عام وحضراتكم طيبين. انا معايا الدكتور مجدي المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب يا فندم، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين. دكتور مجدي، الوادي الجديد نصف مساحه مصر تقريبا، القطاع الزراعي بينمو موسم بعد موسم، في زياده في الحصادات الزراعيه ومنها محصول القمح. عندنا كام فدان منزرع بالقمح هذا الموسم؟ توزيعهم على المراكز، خصوصا ان انت بتتكلم على مساحات شاسعه، كيف سيتم توريد القمح واهم الاماكن التي دخلت لمنظومه التوريد هذا العام؟ ان شاء الله احنا زرعنا السنه دي 206 الف فدان، بزياده عن السنه اللي فاتت 43 الف فدان، وده نتيجه ان شاء الله ان احنا السيد المحافظ سهل اجراءات حق الانتفاع لصغار المزارعين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين. ان شاء الله بامر الله تعالى في 100 الف فدان تقريبا مزروعين في شرق العوينات. حضرتك بالنسبه طبعا البنك الزراعي وفر الاجوله الخيش مبكرا. كل المشاكل اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت طبعا السنه دي مش موجوده. حضرتك الجامعات الزراعيه لاول مره في الفتره الاخيره ديت دخلت في المنظومه ان هي هتستقبل القمح من المزارعين. الجامعات الزراعيه زي ما انت عارف يا استاذ عزيز موجوده في كل قريه من قرى محافظه وادي الجديد، جاهزين تماما لاستقبال محصول القمح. الحمد لله حتى الان وحتى هذه اللحظه ما فيش اي مشكله خالص في عمليه توريد القمح. الاجوله بيتم بيعها بكام الفارغه بالنسبه للمزارع؟ لا يا فندم، بيستلموها المزارعين على اساس ان هي احنا عندنا طبعا افتتح برضو الصومعه الجديده في مركز الخارجه، ودي بتستوعب 45 الف طن، بالاضافه الى صومعه شرق العوينات 60 الف طن. يعني الحمد لله حاليا دلوقتي كل الاماكن والشون اللي موجوده في المحافظه جاهزه لاستقبال محصول القمح ان شاء الله. هل في بعض الاماكن بعيده عن الصوامع والشون وهل تم وضعها في الحسبان؟ ما فيش، الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك الاماكن البعيده هتكون الجمعيه الزراعيه جاهزه لاستقبال محصول القمح. جميل جدا، يعني مفيش مزارع يقلق، مفيش حد يقلق، الجمعيات الزراعيه هتستلم في الوادي الجديد لو انت بعيد عن الصومعه او الشونه، واحنا عارفين المسافه ما بين المراكز من 350 كيلو ل 400 كيلو، فانت بتتكلم على مساحات كبيره جدا، فالجمعيات لازم يبقى ليها دور. دي خطوه مهمه. كل القرى موجود، كل قريه فيها جمعيه زراعيه. صح. طبعا بتفرز منها الاسمده النهارده السنه دي اول مره، وطبعا بنشكر سياده المحافظ ان هو يعني وافق على ان الجمعيات الزراعيه تستقبل محصول القمح. الحمد لله حتى هذه الساعه ما فيش اي شكاوي، وزاره جاهزه، كل الاجهزه المعنيه بمحصول القمح جاهزين لاستقبال المحصول ان شاء الله السنة. حاله القمح، هل ظهر بعض المشاكل او الاصابات في بعض الاماكن؟ لا احنا عندنا الحمد لله ما فيش اي انواع من الاصداء، ما فيش عندنا اي مشاكل مرضيه. انا وخصوصا ان انا اساسا باحث في معهد امراض النبات، الحمد لله مرورنا مرينا على اغلب الحقول، ما فيش عندنا اي مشاكل مرضيه، وحتى لو في مشاكل حشريه بسيطه جدا جدا وتعاملنا معها مباشره. هل في بعض الحقول الارشاديه تم تقييم انتاجها ومعدل الانتاج، ولا ده لسه سابق الاول؟ لا حاليا سعادتك تحت التقييم. تمام. لان احنا اغلب المناطق هنبدا يعني الحصاد هيبدا فعلي من 20 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. بشكرك الدكتور مجدي المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد. ان شاء الله موسم ناجح لكل المصريين، لان انت بتتكلم على رغيف العيش، بتتكلم على الحياه بالنسبه للمواطن، مفيش مائده بتخلو من رغيف العيش، وده بيكلف الدوله. ليه بيكلف الدوله؟ لان احنا بنستورد، والاستيراد من الخارج هو عبء ثقيل. انت بتتكلم على محاصيل كتير جدا بنستورد منها. انت بتستورد من القمح لان انت عندك زياده سكانيه وعندك مساحه اراضي ثابته،
المشاريع الجديدة ودورها كان مهم جدا، لكن بالنسبة للزيادة السكانية انت عندك تحدي بيزيد وبينمو. رفع انتاجية الاراضي الزراعية مهم جدا، استغلال وحدة المياه مهم ايضا، ان انت بتحافظ على موارد فيها نظرة، بتحافظ على الحياة. محافظة الوادي الجديد نصف محافظة مساحة مصر، محافظة الوادي الجديد تقريبا هي نصف مساحة مصر، وبسبب الاعتماد على الري بمياه الآبار انت ما تقدرش تتوسع الا بقدر، انت ماشي بخطوات محسوسة ومحسوبة، لان انت بتتكلم على كمية مياه محدودة وهي ثروة للأجيال القادمة في نفس الوقت. فدي نقاط لازم يتم مراعاتها، ان احنا نزود انتاجنا، نطبق العلم من نفس وحدة المساحة وبنفس كمية المياه.